بعد تجارب حقلية امتدت لسنوات قليلة ماضية، أثبتت عدد من المحصولات الزراعية نجاحها الملحوظ من خلال استزراع عينات من الخضروات بعدد من المشروعات الزراعية بمنطقتي القراصة والعباسية بولاية النيل الأبيض، حيث أثمرت التجربة نتائج إيجابية. ووقفت وزارة الزراعة بالولاية على التجربة ميدانيا من خلال يوم الحقل، اليوم المخصص لدراسة النتائج البحثية. ويشتكي المختصون من ندرة في التقابل المحسنة بجانب عدم استخدام الحزام التقنية. المعوقات والمشاكل اللي بتواجهنا، واحدة من هذه المشاكل انه عدم وجود التقابل المحسنة والاصناف المجازة، برضه في مشكلة بتاعت حزم تقنية او عمليات فلاحية الناس ما بتلتزم بها. ورغم التحديات البيئية التي صاحبتها، الا ان التجربة اثبتت نتائجها نجاحا ملحوظا، لكن محطة البحوث الزراعية دعت الى ضرورة العناية بالمحصولات خاصة القمح وتجويد العمليات الفلاحية وصولا إلى إنتاج وفير في المواسم القادمة. ده إن شاء الله بتكون فيه إفادة لنا نحن في البحوث وللولاية، لأننا نقدر نتعرف على الأصناف اللي ممكن تنتج تحت ظروف ولايتنا إذا كان الشتاء جيد وإذا كان الشتاء أدفأ، فنقدر نميز الأصناف الناجحة، وده بيساعدنا إن شاء الله في اختيار الصنف المناسب. ويشكل المزارعون رأس الرمح في إنجاح العمليات الحقلية المختلفة من خلال تنفيذهم لتوصيات البحوث، لكنهم يتطلعون إلى إقامة دورات تدريبية للمزارعين وتنويع التركيبة المحصولية زيادة للصادرات الزراعية وتنمية للاقتصاد القومي. الحاجة الأخرى دارينا داري نقولها في اليوم الحقلي ده، زي ما في دورة مدرسية وبتجمع كمية من المال وبتأسس، نحن والله نسأل الله سبحانه وتعالى أخونا الوزير يوصي كلامنا إنه تكون في دورة زراعية، دورة للمزارعين بورش بتأهيل بحاجات ويجمع مال بنفس الكيفية لبناء مشاريع بتبني بنية تحتية بتجيب إنتاج. وتمضي السلطات المختصة قدما نحو الاستمرار في إجراء بحوث زراعية علمية من خلال استنباط عينات جديدة لعدد من المحصولات كالقمح والبقوليات والخضر، لكنها تدعو إلى أهمية نقل التقانة واتباع الحزم التقنية وتوجيهات الإرشاد الزراعي وصولا إلى نتائج تعود بالنفع على الأطراف المختلفة. وقفنا على أداء هذه العينات بالرغم من الظروف المناخية التي لا تماثل الظروف المناخية في موسم الشتوي السابق، لكن برضو أداء التجارب ممتاز جدا جدا. أيضا هذه محطة البحوث عندها بعض التجارب الأخرى لتوسيع التركيبة المحصولية في ولاية النيل الأبيض، يمكن شملت كثير من البقوليات، فاصوليا، حمص، فول مصري، بعض أنواع اللوبيا. إلى التجارب دي كلها قد تزيد من أو توسع من التركيبة المحصولية في ولاية النيل الأبيض. وعلى كل تبقى السنوات المقبلة كفيلة بنقل البحوث الزراعية إلى مناطق أخرى لإحداث نقلة نوعية في القطاع الزراعي. صديق السيد البشير الشروق، ولاية النيل الأبيض، القراصة.